السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب وطالبات التعليم الفني تخصص الزخرفة والإعلان. النهاردة الحلقة بتاعتنا بنراجع فيها مادة تاريخ الفنون الزخرفية للتخصصات الزخرفية. إن شاء الله تعالى من أول الحلقة عايزكم يا شباب كده تجهزوا كل واحد فيكم يعني ورقة وقلم، عشان هنكتب بعض الحاجات أو بعض العناصر اللي احنا بإذن الله هنركز عليها. أول حاجة بنعملها لازم نعرف احنا شكل الورقة الامتحانية اللي احنا هنمتحن فيها بإذن الله تعالى هيبقى شكلها ايه. لازم نعرف الامتحان بتاعنا بيكون جاي الأسئلة بتاعته متقسمة ازاي وعبارة عن ايه وتقسيم الدرجات بتاعتها ازاي. هنروح هنا على الشاشة بتاعتنا هنلاقي ان الامتحان بتاع المادة لسنة 2019. هنلاحظ ان الاسئلة بتاعتنا بتتقسم لخمس اسئلة. الخمس اسئلة دول بيقول لي اجب على اربع اسئلة فقط مما يأتي. احنا طبعا هنحل امتحان من الامتحانات عشان نعرف الأسلوب الحل بيكون إزاي، وكمان هنشوف الأسئلة بتكون جاية إزاي، وهنركز على بعض الحاجات الهامة اللي هي دايما بيتم تناولها في الامتحانات. لو بصينا هنلاقي إن كل سؤال مقسم إلى جزئين ألف وب. في جزء مثلا بيبقى ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة، بيجي لك عبارة عن خمس نقاط مثلا أو ست نقاط أو سبع نقاط زي ما بيجي. به بيبقى جزء وضح بالشرح، بيبقى سؤال مقالي بتشرح فيه المطلوب منك. السؤال الثاني خدوا بالكم ده مش دايما، يعني ممكن تلاقي اللي جاي في السؤال الثاني اللي هو أكمل العبارات الآتية أو ضع العبارات صحيحة مثلا، ممكن تلاقي هو اللي جاي في السؤال الأول يعني برضو، وفي به، وبعد كده بتلاقي في أسئلة مقالية، وبتلاقي في يعني ساعات بيطلب منك رسومات. طيب المادة دي من 40 درجة، درجة النجاح فيها من 20 درجة، يعني درجة النجاح فيها من نص الدرجة. لما بيبقى معاك السؤال ألف وب، أحيانا بيبقى ألف خمس درجات وب خمس درجات، لكن أحيانا بيبقى ألف برضو ممكن سبع درجات وب ثلاث درجات. ده وفقا للتوزيع الامتحان بتاعي وقوة الأسئلة اللي موجودة فيها. كمان هنبص الحاجة مهمة قوي، إن أنا أول ما باخد ورقة الأسئلة بركنها على جنب وببتدي ان انا امسك ورقة الاجابة بتاعتي اللي هي بتكون عبارة عن ورقة رسم. ورقة رسم تقريبا يعني ضعف مقاس الاسري، ضعف يعني مقاس ربع فرخ. ورقة الرسم دي بيبقى لو بصينا على الشاشة كده هنبص هنلاقيها بتبقى مستطيلة الشكل زي ما احنا شايفين على الشاشة. بيبقى فيه جزء، الجزء الاسود اللي موجود تحت ده، ده الجزء اللي انا مطلوب فيه ان انا اكتب البيانات بتاعتي. بكتب اسمي ورقم جلوسي ومدرستي والبيانات بتاعتي واسم المادة. الجزء ده بيبقى مطبوع في الورقة، ولذلك لابد ان انا اتفادى الجزء ده لما اجي احل الامتحان، لابد ان انا اتفاداه تماما. طب اتفاداه ازاي؟ ان انا المستطيلات اللي انا هحل فيها الاسئله بتاعتي يعني بعملها بعيده عن الجزء ده، واذا اضطريت ان انا احل السؤال الخامس برضو لما باجي احله في ظهر الورقه بحله بعيد عن هذا المكان. انا بفترض ان انا لما اجي احل الامتحان بتاعي، ودي مادة بيبقى فيها أسئلة مقالية وبيبقى فيها رسومات وبيبقى فيها اختار ما بين الأقواس وفيها يعني بيبقى فيها تنوع، المفروض ان انا اريح
عين المصحح اللي هيصحح الورقة. طب ليه؟ على أساس إن يبقى الأسئلة بتاعتي منظمة، يعني مثلا بالقلم الرصاص كده بسطر أربع مستطيلات. المستطيل ده مثلا بحل فيه السؤال الأول، بكتب السؤال الأول، هنا السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، ولو حليت السؤال الخامس بعمل له مستطيل خلفي وبكتب فيه السؤال الخامس. السؤال لو كان سؤال مقالي، طبعا لو سؤال مثلا صح وغلط ممكن قوي ان انا بحط هنا الارقام بتاعت، اذا كان في الف مثلا بحط 1 2 3 4، ما ضيعش وقت بالكتابة، واعمل القوسين وما بين الاقواس بتاعتي بعمل صح او بعمل ايه غلط. طبعا بيبقى احيانا عندي الف وب، ممكن لو الجزء الثاني من المستطيل اللي انا سطرته يصلح ان انا احل فيه الجزء ب، فبعمل بكتب ب اجابة السؤال الاول ب، وابتدي احل السؤال بتاعي، ولو في عندي رسمة برسمها في المكان ده. طيب لو اكمل ممكن برضو يعني ما وجعش يعني قلبي عشان ان انا يعني اركز في الامتحان، عشان بيبقى زمن الامتحان محسوب بدقة، ممكن قوي ان انا اكتب 1 2 3 4 واجي في واحد لو في فاكمل نقطتين بكتب النقطتين بس بتوعي، وفي به لو في رسمة مطلوبة برسمها. قدامنا كده يعني حد يقول لي طب يعني هو المادة بتقول أجب عن 4 أسئلة من الخمس أسئلة اللي موجودين. طيب هل أنا يعني المفروض أن أجب على 4 بس؟ فرضا أنا لقيت عندي وقت ورجعت وأنا شاطر وحبيت أن أنا أحل السؤال الخامس، حله. يعني احيانا ما حدش يجي يقول لك لا حل 4 بس، اصلك لو حليت الخامس هيشطب لك اعلى درجه. لا، اللي المفترض ان اللي بيتم شطبه في اللي انت حليته الدرجه الاقل وليس الدرجه الايه الاعلى. يعني لو جبت في سؤال 9 وسؤال 8 وسؤال 7 وسؤال 6 وسؤال 5 بيتشطب لك اقل درجه انت جاوبت عليها، اللي هي ايه اللي هي السؤال اللي جبت فيه مثلا 5. عايز اقول لك حاجه لابد ان انت تراعي قوي وانت بتحل، ان انت لو حليت السؤال الف تحل السؤال تحل به بتاعه. طب ليه؟ لان انت ممكن تحل الف حلو جدا وتيجي به ما تحلوش. طيب ما انت فكده فقدت تقريبا نص الدرجه. تمام، انا عايز اخد درجه السؤال بتاعتي اعلى قيمة ممكنة للدرجة، ان ما كانش درجة النهائية يبقى الدرجة اللي تحت النهائية على طول. فهنا لابد ان انا اعمل ايه؟ لابد ان انا احل الف واحل ب، ولو ب مثلا فيها جزء مقالي هكتبه وجزء رسم يبقى بعمل الاثنين، لان بيبقى متوزع مثلا ممكن السؤال لو من 5 بيبقى متوزع على الجزء المقالي مثلا في ب 3 ومتوزع على الرسم بتاعها درجتين او العكس. طيب نروح كده نشوف الامتحان اللي احنا النهاردة، النموذج اللي احنا هنحله، اللي احنا بناء عليه هنذاكر ازاي المادة دي، وبناء عليه برضو هنحل ازاي. هنا السؤال الاولاني بيقول لك ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة. السؤال ده بالذات احيانا بيبقى مغطي الجزء كبير من المنهج، يعني هنلاحظ ان هنا بيقول ايه مارس البدائي اللي هو الفن البدائي او الفنان البدائي الرسم والنحت قبل ان يعرف الكلام او الزراعة. طب الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح، يبقى اهي في الاجابة عندي صح. ظهرت الفسيفساء لاول مرة ابان حكم تحتمس الاول. لا، الفسيفساء ظهرت يعني في وقت تاني، يبقى هنا الإجابة إيه؟ خاطئة. 3. تأثرت العناصر الرمزية لفنون ما بين النهرين بالرموز المصرية القديمة. هنا الإجابة دي صح. اهتم الفن البيزنطي بإقامة ونحت التماثيل
بكثرة. الإجابة دي إجابة خاطئة، لأن الفن البيزنطي كان فن ديني، وبالتالي كان قلل قوي في الفترة بتاعته من المنحوتات. استخدم اليابانيون في زخارفهم الألوان الزاهية. السؤال ده إيه؟ السؤال ده غلط. هنلاحظ حاجة هنا، إن كل نقطة من دول متوزع عليها الدرجة بتاعتها. دي مهمة قوي إن أنا أبقى واخد بالي إن أنا ما بسيبش نقطة ما بحلهاش. طيب لاحظنا برضو في السؤال ده إن السؤال ده بدأ بالفن البدائي ونهى بالفن الياباني، فالسؤال ده بيبقى ترتيبه غالبا بيبقى ترتيب منطقي وفقا لأبواب المنهج. لو رحنا للسؤال الثاني أو به في السؤال الأولاني، بيقول وضح بالشرح الألوان السائدة والمميزة لفنون ما بين النهرين. فنون ما بين النهرين اللي هي فنون العراق، اللي هي الأشوريين والبابليين والسامريين. استخدم الأشوريين والبابليين نفس الألوان الزخرفية المصرية القديمة، بالإضافة لاستخدام درجات لونية جديدة من الأصفر والأخضر والزيتي والزيتوني والزمردي، كما استخدموا الذهب والفضة كألوان. يعني دي إجابة تعتبر إجابة نموذجية جدا للسؤال ده لو جه. بس هنا نعرف حاجة، هو سألني عن الألوان السائدة والمميزة لفنون بلاد ما بين النهرين، يعني ممكن يسألني عن الألوان السائدة والمميزة للمصر القديم أو للفن البدائي أو للفن الإغريقي أو الروماني أو أي فن من الفنون. يبقى من الحاجات اللي أنا بهتم بيها وأنا بذاكر إن أنا أذاكر الألوان السائدة والمميزة لكل فن من الفنون. لو رحنا للسؤال الثاني، السؤال الثاني برضو بينقسم لجزئين، بينقسم لجزء مقالي، وممكن يبقى الجزء الثاني برضو جزء فيه رسم من الرسوم. هنبص معانا كده على السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي أكمل العبارات الآتية بالكلمات الصحيحة حتى تكمل المعنى لما يأتي. وإداك العبارات: الأيوني مجنحة، الوقار، البردي، الهدوء، الكرنسي، الملائكة، اللوتس، التفاصيل بالرموز. هنبص على الأسئلة، هم 5 أسئلة. السؤال الأولاني الزخرفة، السؤال النقطة الأولانية في السؤال الأولاني الثاني الزخرفة البدائية، نمط مليء بنقط والمعاني بسيط نقط. يبقى هنا عندي الإجابة: نمط مليء بالرموز والمعاني وبسيط التفاصيل. النقطة الثانية: استخدم الفنان المصري القديم الزخارف المأخوذة من زهرتي نقط ونقط، أنا بكتب النقط بس، اللوتس والبردي. نمرة 3: ابتدع الإغريق 3 طرز معمارية لمبانيهم، وهي الطراز الدوري والطراز نقط والطراز نقط. هو يعني السؤال فيه جزء من الإجابة: الطراز الدوري والطراز الأيوني والطراز الكرونسي. النقطة رقم 4: من السمات والخصائص الفنية المميزة للفن الروماني استعمال أشكال إيه بقى؟ رومان استعملوا أشكال الملائكة، طب كانت في صورة إيه؟ في صورة أطفال مجنحة في زخارفهم، يبقى بحط الملائكة وبحط مجنحة. ب: رسم نموذج اتجهت الألوان البيزنطية نحو نقط ونقط، يبقى نحو الهدوء والوقار، واتجهت أيضا نحو التسطيح. ده السؤال الثاني ألف. السؤال الثاني ب: ارسم نموذج مبسط لزهرة الأنتيمون الإغريقية. بس قبل ما انتقل ليه لازم ناخد بالنا من حاجة، إن أيضا السؤال الثاني غطى جزء كبير جدا من منهج تاريخ الفنون الزخرفية. هتلاقي اتكلم عن البدائي، واتكلم عن المصري القديم، واتكلم عن الإغريقي، واتكلم على الروماني، واتكلم على البيزنطي. نشوف به اللي بيتكلم على الإغريقي
بكل بساطة قال لك ارسم نموذج مبسط لزهرة الأنتيمون الإغريقية، وده هو النموذج المبسط لزهرة الأنتيمون الإغريقية. أبسط نموذج بيبقى عندي كفاية قوي إنك ترسم العنصر اللي موجود في النص ده، ولما ترسمه يفضل عشان تاخد أعلى درجة للرسم إن أنت تظلله أو تحبره أو تلونه. طب أنا لو ما ظللتش أو ما حبرتش أو ملونتش هاخد درجة؟ هاخد درجة، لكن أنا عايزك تداعب عيون المصحح اللي بيصحح لك إيه الورق. يعني عايز المصحح اللي بيصحح الورقة يبقى مستريح جدا ليها وهو بيصحح، شايف ورقتك منظمة. بالتالي انت لو او انت لو مذاكرة طول السنة يعني هتاخدي الاعلى درجة ممكنة نظرا لتنظيمك، كأنك بتقولي للمصحح من فضلك انا طالب مجتهد، انا طالب منظم، انا طالب ورقتي نظيفة، انا طالب مذاكر كويس، فبالتالي يديك اعلى درجة ممكنة للسؤال. نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث برضو هنلاحظ هنا اتكرر في الامتحان انه سأل على الالوان، النقطة نمرة الف، يعني كده احنا في سؤال تاني كان سألك عن الالوان المميزة لفن من الفنون، وهنا برضو بيسألك عن الالوان المميزة لزخارف الانسان البدائي الاول. عرف الانسان الاول الالوان الطبيعية البسيطة في بيئته، وهي غالبا ما تكون ايه، كان بيجيب الاتربة، اتربة ملونة او مساحيق احجار او عصارة لونية لبعض النباتات الملونة والصابغة. من اهم الالوان عنده كان اللون الابيض والاسود واسود العظام واسود السناج، والملونات الارضية هي اللي تيجي من الاحجار بعد ما بيطحنها زي الاحمر والبني والاصفر والاخضر والازرق، وذلك بعد مزجها بالصمور النباتية بالدم او الدهون او الماء. دي ألف في السؤال الأولاني. ألف لها تكملة إن الفنان البدائي فطن إلى تلك الملونات الطبيعية وصاروا أن يرى فيها مادة لزخرفة وجهه وتزيين جسمه بالوشم والتخطيط ليدخل الرعب في قلوب منافسيه بمحاولة إظهار مظهر الوحوش أو مظهر عظيم لنفسه، أو يطبع بهذه الملونات على إيده على جنبات الكهف بتاعه اللي هو عايش فيه، واستخدم في ذلك الألياف النباتية في التلوين كفرشة، أو عمل شكل صرة، كما استخدم الفراء في إعطاء تأثيرات التدرج اللوني. به في السؤال الثاني بيتكلم على رسم مطلوب، ارسم نموذج مبسط لتاج عمود زهرة البردي المفتوحة اللي هي زهرة البردي الناقوسي، وزي ما احنا شايفين ده نموذج مبسط لزهرة البردي الناقوسي. انت لو رسمته ممكن ترسمه برصاص خطوط، ممكن بعد ما ترسمه لو عندك وقت تحبر او تلون، وتقريبا بيبقى محسوب في وقت الامتحان ده، فياريت لو حبرت او لونت فانت بتاخد الدرجة الكاملة بتاعتك بتاعت الرسم، ومحدش بيظلمك في درجتك. طيب السؤال الرابع، ألف اكتب ما تعرفه عن فن النحت في الفن الإغريقي. هنا هنلاحظ انه بيتكلم عن فن النحت، يبقى هنا فن النحت موجود في اكتر من فن النحت موجود في اكتر من فن من الفنون اللي احنا بندرسها، يعني موجود في الفن المصري القديم، موجود في الفن الأشوري، موجود في الإغريق، موجود في الفن الروماني، موجود في الفن البيزنطي بنسبة قليلة، موجود في الفن الرومانسيكي، موجود في الفن القبطي. فكده هو ممكن يسألني عن فن النحت في أي فن من الفنون دي. فبرضو من العناصر اللي أنا لابد ذكرها اللي هي إيه؟ النحت في الفنون المختلفة. لو رجعنا بصينا على الشاشة بتاعتنا، السؤال بيقول لي اكتب ما تعرفه عن فن النحت في الفن الإغريقي. بنقول ان للإغريق شهرة فائقة في صناعة التماثيل
من المرمر الأبيض، وبيمتاز لمحاكاتهم لحياة البشر ودقة التفاصيل وصدق التعبير. تمثال أفروديت اللي هو التمثال اللي بيقيسوا عليه اللي هي يعني المقاييس بتاعت ملك الجمال العالم، هو كنز بيعتز به متحف اللوفر بباريس. كما ان هناك طائفة اخرى من التماثيل المستخدمة في الأغراض المعمارية في الفن الإغريقي لا تقل عن سواها روعة وعظمة، كتماثيل التي تحمل سقف معبد الأكتيوم. كما مثل الإغريق أبطالهم الرياضيين وأبطال الأساطير القديمة في صورة جمالية مثالية متناسقة العضلات، وتمثل حركات والأوضاع الطبيعية للأجسام زي رامي القرص وزي رامي الجلة والمصارعة والمحارب وحامل الرمح، ويعني كل التماثيل الجميلة الإغريقية اللي احنا درسناها. وتقدروا ترجعوا للحلقة الخاصة بالفن الإغريقي بتاعتي اللي موجودة على قناة التعليم الفن. السؤال ب للسؤال الرابع بيقول: أذكر باختصار السمات والخصائص الفنية المميزة للفن الإسلامي. الفنان المسلم كان فيه سمات بتميز الفن الإسلامي لأنه كان فن ديني. كان أول سمة كراهية الفراغ، الفنان المسلم كان بيميل إلى تغطية المساحات ولا يتركها بدون زخرفة. لذلك إحنا لو دخلنا مسجد من المساجد القديمة في القاهرة هنلاقي إن في زخرفة في الأرضية، هنلاقي في زخرفة في الجدران من بداية خط الأرض لغاية خط السقف، وفي زخرفة في السقف لأن الفنان كان بيكره الفراغ. هنلاحظ إن أغلب الزخارف بتاع الفنان المسلم في البداية كانت سطحية، وكان يعني ابتعد عن التجسيم لفترة طويلة لأنه كان بيكره التجسيم أو بيكره تقليد الطبيعة. ثلاثة، البعد عن الطبيعة ابتعد الفنان الإسلامي عن تمثيل الطبيعة، وكان بيعتمد على أسلوب ابتكره من الطبيعة اللي هو التحوير. لما كان يجي يرسم ورقة شجر كان يحورها وما يرسمهاش زي ما هي. التكرار، كان التكرار له أهمية كبيرة عند الفنان المسلم للتغلب على مشكلة ملء الفراغ على السطوح المختلفة، ياخد شكل ويفضل يكرر فيه. ونمرة خمسة، المسحة الهندسية، كان التقسيم الهندسي كان ليه دور مهم جدا في الفن الإسلامي، واستخدم المربعات والمثلثات في تكوينات جميلة جدا من نجوم وأطباق وصور متوالدة إسلامية. ده الفن اللي هو الإسلامي. نيجي للسؤال الخامس. السؤال الخامس سؤال كله يعني مفهوش ألف وبي، بيقول: قارن بالرسم ما بين اللوتس المصرية والآشورية والأغريقية والرومانية. سؤال جمع فيه أربع فنون مختلفة، كان بيقارن ما بينهم ما بين عنصر من العناصر النباتية واللي هي زهرة اللوتس اللي هي ظهرت عندنا في البداية في مصر في الفن المصري القديم. هنلاحظ هنا الخطوط بتاعت خطوط زهرة اللوتس في الفن المصري. هنا المقارنة بالرسم يعني ما بيقولش اشرح، فانت بترسم الخطوط خط واحد وخطوط مبسطة ورقيقة ورشيقة زهرة اللوتس المصرية. والفن الأشوري كانوا فخموا زهرة اللوتس وخدوها زي ما هي من الفن المصري القديم. وهنلاحظ ازدواج الخطوط بتاعة الفن الأشوري لزهرة اللوتس والحاجات تانية غير زهرة اللوتس اللي خدوها مننا، ان هو عمل ازدواج للخط، تحوير بسيط للشكل. الفنان الإغريقي زهرة اللوتس بسطها جدا جدا، ولكن برضو كانت تشبه إلى حد كبير زهرة اللوتس المصرية القديمة، سواء كانت اللي هي دي أو اللي احنا شايفينها على الشمال. وفي الفن الروماني يعني حورها خالص زهرة اللوتس لأشكال تشبه الأشكال الخاصة بالحديد المشغول أو الفرفرجيهات اللي احنا بنشوفها في الأسوار القديمة بتاعة القصور. وده هنا انت مطالب
إذا قال لك قارن بالرسم ما بين زهرة اللوتس المصرية والأشورية والأغريقية والرومانية، إنك ترسم الأربعة دول، ولو طلب أي حاجة وهنشوف في الجزء الثاني من الحلقة دي المقارنات اللي دايما بتظهر معانا في الأسئلة. في نقاط هامة احنا هنتكلم عليها دلوقتي. النقاط الهامة دي دايما بتتناولها الامتحانات بتاعة الفنون الزخرفية. النقاط الهامة دي لابد ان احنا نذاكرها في كل الفنون. انا هركز على بعضها، لان طبعا الحلقة او الساعة بتاعتنا يعني ما بتكفيش ان احنا نشرح، نمسك المنهج اللي المفروض يتشرح في سنة نشرحه في ساعة واحدة من الوقت بتاعنا. فاحنا المطالبين ان انا هوجهك ان العناصر دي تذاكرها في كل الفنون، يبقى انت لازم تذاكرها في كل الفنون. طيب ايه النقاط الهامة دي اللي احنا مطالبين ان احنا نركز عليها؟ هنتجه لشاشة الكمبيوتر. بعض النقاط الهامة في منهج تاريخ الفنون الزخرفية، في طبعا لازم اذاكر العناصر الزخرفية المميزة لكل فن، لابد ان انا اذاكرها، لابد ان انا احفظ عنصر واحد من كل عنصر فيها، لابد ان انا اعرف ما هي السمات والخصائص المميزة لكل فن، اذاكرها كويس قوي. ودي دايما بتيجي سؤال مقالي، السمات والخصائص المميزة. العناصر الزخرفية غالبا بتيجي مش سؤال مقالي، بتيجي سؤال رسم. الالوان المستخدمة المميزة لكل فن، ده بيجي سؤال مقالي، يعني بشرح ايه هي الالوان دي وجات منين. برضو ان من النقاط الهامة الفنون التاريخية والتطبيقية لكل فن، وبتشمل النحت وبتشمل العمارة وبتشمل التصوير والحرف والصناعات. نيجي بقى للوحة دي، وفي سؤال عندنا جالنا من شوية، مسكنا زهرة اللوتس وقارنا بيها ما بين المصري والأشوري والإغريقي والروماني، تمام؟ المقارنة دي مهمة قوي، والمقارنة دي بتبقى مادة خصبة للامتحانات. يعني ممكن قوي يطلب منك في سؤال يقول لك مثلا قارن ما بين زهرة اللوتس في الفن المصري وفي الفن الإغريقي. يعني مش لازم يطلب منك، احنا خدنا بالنا ان السؤال الخامس هنا جه سؤال واحد بس وقال لك طلب المقارنة بالرسم للأربع فنون، لكن ممكن يجي به مثلا او ألف في سؤال فيطلب منك مقارنة ما بين اتنين من دول، يا إما المصري والأشوري، يا إما المصري والإغريقي، يا إما الأشوري والإغريقي، يا إما الروماني والإغريقي. غالبا دايما بيجي المقارنة ما بين الإغريقي والروماني أو المصري والأشوري. أو ممكن يطلب منك إنك ترسم مثلا عنصر نباتي في الفن المصري، يقول لك ارسم اللوتس والأنتيمون والروزيتا، فأنت بترسم الثلاث عناصر فبتشتغل على المقارنة دي بالطول. ممكن يطلب منك سؤال تاني يقول لك قارن ما بين زهرة الأنتيمون بالرسم في الفنون الفن المصري والأشوري والإغريقي والروماني، أو يطلبها منك بس ما بين الإغريقي والروماني، أو يطلبها منك بس ما بين الروماني والمصري القديم. غالبا دايما في الامتحانات هتلاقي الامتحان دايما كده بيميل شوية للفن المصري القديم، وبيميل شوية للفن الإسلامي أحيانا والفن القبطي، لأن احنا في مصر وفاحنا دايما يعني ساعات بنسأل في الحاجات المتعلقة اللي احنا بينا أو بالفنون بتاعتنا اللي احنا بنبقى عايزين الطالب بتاعنا يبقى فاهمها قوي. ممكن يطلب مني برضو الروزيتا اللي هي أو الزهيرة اللي هي بيبقى الشكل ده، وفي الفن الأشوري بتبقى الخطوط بتاعتها مزدوجة، وفي الفن الإغريقي بنلاقيها قربت شوية من الطبيعة، وفي الفن الروماني بنلاقيها قربت من الطبيعة أكتر. وعايزك تركز لي برضو على الأنتيمون الإغريقي وتحفظه كويس، يبقى مهمة قوي في اللوحة دي إن احنا نذاكرها. في مقارنة تانية دايما، المقارنة دي يعني دايما بتيجي في الامتحانات، ممكن تيجي في الامتحانات بصورة مفردة، وممكن تيجي في صورة مقارنة ما بين عنصرين، وممكن تيجي في سؤال كامل ما فيهوش ألف وبيه يطلب مني المقارنة
بالرسم ما بين ثلاث عناصر. طيب ايه هي دي؟ دي زهرة الأكانتس الإغريقية والرومانية والبيزنطية. زهرة الأكانتس الإغريقية والرومانية والبيزنطية دي من الأزهار اللي استخدمت بكثرة في العمارة في هذه الفنون، وكانت بتستخدم في الأعمدة بتاعتهم، وكانت بتستخدم في الواجهات بتاعتهم، فدايما بتطلب في الاختبارات، وغالبا ممكن تلاقي امتحان يجي سنة يسأل عن زهرة الأكانتس أو يطلب رسمها، أو يجي سنة تانية ما يجيبهاش سنة بعد سنة. يعني نرجع كده نشوف زهرة الأكانتس الإغريقية وزهرة الأكانتس الرومانية وزهرة الأكانتس البيزنطية، وهتكلم عن كل واحدة فيهم بشكل منفصل، لسبب إن ممكن تيجي كل واحدة فيهم يقول لك ارسمها وتكلم عنها، أو يقول لك قارن ما بين فنين فيها بالرسم، أو يقول لك قارن ما بين الثلاث فنون. فإحنا لو بصينا على الأكانتس الإغريقي، إيه اللي بيميزه؟ الشكل والصفات المميزة إن الشكل الخارجي عريض من أسفل وضيق من أعلى، الأوراق بتاعته مفلطحة والعيون مفتوحة، العيون بتبقى موجودة في الأماكن دي، ويتميز بالحلمات، الحلمات الثلاثية المسننة، الحلمات اللي هي أطراف ورقة الأكانتس. طيب لو بصينا على ورقة الأكانتس الرومانية، الشكل الخارجي العام شبه منحرف، الأوراق مركبة يعلو بعضها فوق بعض، اللي هي دي أوراق الأكانتس اللي هي دي، تتميز بالحلمات المستديرة اللي هي أطراف الزهرة الأكانتس، طرف الورقة مستدير مش مدبب أو مسنن، والعيون، العيون اللي هي اللي احنا شايفينها في الرسم دي مفتوحة وقريبة من خط المنتصف. الصفات المميزة لزهرة الأكانتس البيزنطية، الشكل الخارجي برضو شبه منحرف، الأوراق مسننة زي ما احنا شايفين، متراكبة فوق بعضها، العيون مستديرة اللي هي ما بين الأوراق وبعضها، قريبة من الخط الخارجي للورقة، تتميز بالحلمات الخماسية المسننة اللي هي الأطراف دي، هنا دي ثلاثية لكن هتلاقي واحدة فوق بتبقى موجودة فيها الحلمة الخماسية. ده اللي هو الفن الإغريقي والروماني والبيزنطي. لو رحنا بعديه للفن البدائي، ممكن قوي في الفن البدائي احنا اتكلمنا عن بعض الحاجات اللي ممكن يطلبها ولازم اركز على ايه، لكن في الرسوم دايما في الفن البدائي بيطلب يا اما الرمح اللي هو واخد اشكال هندسية اللي كان بيصطاد بيه الحيوانات او بيصطاد بيه الاسماك او حتى بيحارب بيه، يا اما يطلب رسمة من الرسومات الهندسية. وخدوا بالكم دايما هتلاقي في الفنون كلها احيانا ممكن تلاقي في امتحانات كده، لو انت متابع الامتحانات، وهحاول ابقى احط لكم باذن الله الحلقه لما تنزل هحط لكم يعني ملف PDF فيه سين وجيم وفيه رسومات باذن الله، اول ما الحلقه ما تنزل هتلاقوها في التعليق الاولاني ان شاء الله تعالى، يعني هتلاقيني يعني منزل رسومات لكل الفنون الهندسيه باذن الله. يبقى احنا هنراعي الحاجات دي في الفن البدائي. هتكلم عن الوحدات الزخرفية اللي استخدمها الفنان البدائي، سواء كانت وحدات هندسية او وحدات طبيعية او وحدات حية او وحدات عقائدية، وده هتلاقوه في الفايل PDF اللي هيبقى موجود في التعليق الاولاني ان شاء الله. في الفن المصري القديم هنركز فيه على في الرسوم على الاعمدة بتاعته، وده العمود الهاطوري او العمود الحطحوري اللي موجود في معبد دندرة في انا في برضو هنلاقي العمود بتاع البردي المفتوح والعمود بتاع البرعمي بتاع البردي. نحاول نحفظ الرسوم ونحاول ان احنا ناخد معنا الوان خشب ممكن ونلون بيها الرسوم بتاعتنا بعد ما نرسمها بالقلم الرصاص، عشان
يعني الرسوم بتاعتنا تكون في أبهى صورة وأقدر أحصل على الدرجة الكاملة بتاعة الرسم بتاعي. فيها هنا برضو عندي العمود النخيلي، عندي عمود البردي المفتوح، أشكال أخرى من الأعمدة. لازم برضو في الفن المصري القديم أحفظ وحدة رمزية، سواء كان قرص الشمس المجنح أو جعران المجنح، وأحفظ الوحدات النباتية بتاعتي، وغالبا بحفظ اللوتس، وهتلاقي الأنتيمون المصري بسيط جدا، وهتلاقي روزيتا المصرية برضو بسيطة جدا، فلابد أن أنا أركز عليهم وأحفظهم. في فنون بلاد ما بين النهرين في حاجات برضو بركز عليها، في رسوم بحفظها، في عندي القرص الشمس بتاع بلاد ما بين النهرين، قرص الشمس الأشوري اللي هم خدوه من قرص الشمس المجنح المصري، ولكن أضافوا لي الديل ده اللي هو بيخليه يشبه إلى حد كبير الطائرة. هنلاحظ اللي هو الأسد المجنح أو الطور المجنح اللي هو براس أشور أو براس الملك، وبجناح نسر، وبقدم يعني أسد أو صور. ده أذكره رسم وأذكره وصف، لأنه ممكن ما يجيليش رسم ويطلب مني وصف لي. أذاكر برضو العناصر النباتية اللي هو اللوتس والأنتيمون والروزيتا الأشوريين. وفي حاجة ميزت الفن بتاع بلاد ما بين النهرين اللي هو شجرة الحياة أو شجرة الهوم، اللي احنا زي ما احنا شايفينها كده، هي قائمة على ايه؟ قائمة على زهرة الأنتيمون الأشورية والبرعم بتاعها. دي أذكرها بالرسم قوي وركز معاها قوي، لأنها برضو ممكن بإذن الله تبقى بنسبة كبيرة من العناصر اللي ممكن تطلب مني في أحد الأسئلة بتاعتي إني أرسمها. في الفن الإغريقي أنا عايز إن إحنا نركز برضو على قوي على الأعمدة الإغريقية اللي هو العمود الدوري والعمود الأيوني والعمود الكورنثي، وأذكرهم وذاكر رسمهم، لكن غالبا هو دايما بيطلب فيهم مش الرسم، بيطلب فيهم الشرح، لكن دول لازم اذاكرهم كويس، لان انا اذا ذاكرت الايوني والدوري والكورنثي الاغريقي يبقى انا ذاكرت ثلاث اعمده من الخمس اعمده الرومانيه، لان دول بيمثلوا الاعمده الرومانيه هنشوفها دلوقتي، خمس اعمده الثلاثه دول وبيزيد عليهم اثنين كمان. الفيرزاتشي دي او بتمثل برضو عنصر من العناصر الهندسيه في الفن الاغريقي، وبسيطه جدا، ولا بد ان انا احاول ان انا يعني احفظها، ممكن تطلب مني كعنصر هندسي من عناصر الفن الاغريقي. برضو عنصر نباتي للفن الاغريقي سواء كان اللوتس او الانتيمون، ودايما غالبا هو الانتيمون اللي دايما بيتم التركيز عليه وبيطلب رسمه او شرحه اكتر من العنصرين دول، فنركز على دي قوي. وكمان العنصر الخاص بالمباني او بالعمارة في الفن الاغريقي ايضا، اللي هو العنصر الخاص بالبيضة والحربة التي تمثل تعاقب الحياة في شكل البيضة والموت في شكل الحربة. لابد ان انا يعني احفظ العنصر ده قوي في الفن الاغريقي. في الفن الروماني اركز قوي على الاعمدة الرومانية، والأعمدة الرومانية إحنا خدنا كده منها ثلاثة، أو لو ذكرنا الأعمدة الإغريقية يبقى إحنا يعني ذكرنا ثلاثة منهم، اللي هو الدوري والأيوني والكورنثي. برضو بيبقى في عندي العمود المركب اللي هو الكامبوزيت، وفي عندي العمود اللي هو التوسكاني، دي اللي هي الأعمدة الزيادة في الفن الروماني، غالبا بيطلب شرحها ما بيطلبش رسمها، يعني ما تقلقوش. في الفن القبطي، الفن القبطي مهم قوي ان انا اذاكر كويس قوي زهرة الاكانتس،
البيزنطية وأحاول أحفظ الشكل بتاعها، حتى لو حفظت نصها برسم على نص وممكن أطبع النص التاني بطريقة ما. يعني برضو اللي هو العناصر الخاصة بالصلبان اللي كانت بتبقى في الأنسجة الأباطي أو النسيج القبطي في الفن القبطي، لابد أن أنا برضو يعني أذكرها كويس وأحاول أحفظ عنصر منها وبرضو أعرف أتكلم عنها كويس. برضو من الحاجات اللي بتميز الفن البيزنطي اللي هو شكل الصلبان وشكل الطاووس وعناقيد وأوراق العنب وشكل الحمامة التي تمثل رمز السلام، لابد أن أنا أذاكر ده كويس وأعرف إيه هي العناصر الرمزية اللي بتميز كل فن من الفنون والعناصر النباتية اللي تميز كل فن من الفنون، وأعرف برضو الحرف والصناعات الخاصة بالفنون المختلفة. عندي الفن الإسلامي. الفن الإسلامي احنا كنا في سؤال كان اتكلم عن الفن الإسلامي في الامتحان اللي احنا حليناه، اللي اتكلم على السمات التي تميز الفن الإسلامي، اللي اتكلمنا فيها على كراهية الفراغ، واتكلمنا فيها على التكرار، واتكلمنا فيها على العديد من العناصر المميزة للفن الإسلامي. الفن الإسلامي لابد ان احنا نهتم قوي به، لابد ان احنا نذاكر الفن الإسلامي كويس، نذاكر السمات التي ميزت الفن الإسلامي، نذاكر الألوان الخاصة بكل مدرسة من مدارس الفن الإسلامي، سواء كانت المدرسة الخاصة بمصر والشام، المدرسة الخاصة بالأندلس، المدرسة الخاصة بالعراق، المدرسة التركية، المدرسة الإسلامية الهندية، المدرسة الإسلامية، كل المدارس الإسلامية أذكرها كويس والسمات اللي بتميزها، وخاصة الألوان اللي بتميز السمات الخاصة بالفنون الإسلامية. مهم قوي أن أنا أذاكر العناصر الزخرفة التي ميزت الفن الإسلامي، سواء كانت عناصر نباتية أو عناصر هندسية أو عناصر حية. الفن الإسلامي كان فيه عناصر حية ولكن كانت يعني في أضيق الحدود. لابد أيضا أن أنا أذاكر كويس الحرف والصناعات التي ميزت الفن الإسلامي. لو رجعنا نبص على الشاشة بتاعتنا هنشوف الفن الإسلامي، هنشوف لو طلب مني عنصر مبسط نباتي من الفن الإسلامي ممكن أخد عنصر زي ده مبسط كده، اللي هي الشرفات اللي بتبقى موجودة في المساجد، وده عنصر من العناصر النباتية المحورة. ولو طلب مني عنصر من العناصر الهندسية أيضا ممكن أستخدم هذا العنصر. وإذا رسمت الطبق من الأطباق النجمي في العناصر الهندسية، وأنا كنت شاطر كده ورسمت في سنة أولى وسنة تانية العناصر الإسلامية ورسمت الطبق النجمي الإسلامي وحفظه، ممكن أرسمه ولو لونته يعني يبقى كتر خيري قوي، وأنا كده يعني ببحث عن أعلى تحقيق أعلى سكور وأعلى درجة ممكنة في السؤال أو في إجابة السؤال بتاعي. نيجي هنتخطى الفن الإسلامية، ويعني احنا ما كلمناش على الفن الرومانسيكي، بس ممكن نحاول ان احنا نعرف السمات المميزة بالفن الرومانسيكي، لكن هنا برضو هنذاكر السمات التي ميزت الزخارف الصينية واهم الالوان الخاصة بيها. ايه اللي كان بيميز الفن الصيني؟ الفن الصيني كان بيميزه ان هو كان فيه تحويرات زخرفية، وكانت تغلب عليه رقة الخطوط وملها الى كسرة المنحنيات والتفاصيل الدقيقة وكسرة التدريجات اللونية. الالوان الصينية استخدم الفنان الصيني جميع الالوان المعروفة تقريبا، وبالاخص الازرق الصيني اللي كان بيشيع استخدامه في اللي هي الاواني الخزفية الصينية، وكان شاع استخدامه في اسرة مينج في الزخرفة، وسواها من الألوان الصينية الرمزية. وكان برضو استخدموا الفن في معبد السماء اللون الأزرق الفاتح، واستخدموا أيضا الإشاني الأصفر والأواني الصفراء،
والتنافس الصفراء واستخدموا اللون الأحمر، استخدموا تقريبا جماعة الصينيين كل الألوان المعروفة. ولازم برضو نشوف ايه مدى المقارنة ما بين الفن الصيني والفن الياباني. دايما احيانا بيتم المقارنة في الألوان اللي استخدموها، بيتم المقارنة في الصناعات الخاصة بيهم، بيتم المقارنة في السمات التي ميزت الفن الصيني والفن الياباني. وعايز اقول ان زي الفن الروماني ما هو امتداد للفن الاغريقي، وزي الفن الياباني امتداد للفن الصيني، هنقول ان السمات اللي ميزت الفن اللي هي الياباني انه كان امتداد للفن الصيني. اليابانيين خدوا فترة طويلة على ما طلعوا بطرز مستقلة خاصة بيهم، لكن هم كانوا رسموا الطبيعة قوي، ورسموا المظاهر الخاصة بالشمس والطبيعة الحية والنباتية. وكان اليابانيين استخدموا في العمارة بتاعتهم يعني أشكال كتيرة تشبه الأشكال الصينية، وكان عندهم برضو الحاجات اللي هي الخاصة بطباعة المنسوجات. طبعا طباعة المنسوجات أو السلك سكرين ظهر عند الصينيين وانتقل منهم للجماعة اليابانيين. يعني عايز أقول إن الفن الصيني والياباني يعتبروا توأمين، فإحنا نذكرهم ونشوف إيه مدى التشابه ما بينهم وإيه الاختلافات اللي موجودة ما بين الفن الصيني والياباني. نركز على المقارنات دي، نركز على المقارنات الخاصة بالأعمدة الإغريقية والأعمدة الرومانية ومدى التشابه ما بينهم، نركز على المقارنات النباتية في الأربع فنون، المصري القديم والأشوري والإغريقي والروماني، ونركز على زهرة الأكانتس ما بين الفن الروماني والفن الإغريقي والفن البيزنطي. عايز ناخد بالنا ان احنا نراجع ورقتنا كويس، نراجع الإجابات بتاعتنا كويس، ننظم الإجابة. الورقة بتاعتنا ورقة رسم اللي احنا بنجاوب فيها، فبنقسمها لمستطيلات ونبتدي ان احنا في المستطيلات دي لو احنا في الأجزاء المقالية بنسطر سطور خفيفة كده بالقلم الرصاص ونبتدي نكتب الإجابات بتاعتنا عليها عشان الخط ما يملش مني ويخلي شكل الورقة مش حلو. لو قدرت ان انا ألون الرسوم او اظللها اعملها ظل ونور اعمل ده، لان ده بيقربني قوي ان انا احقق اعلى درجة ممكنة في الامتحان بتاعي. طبعا افتكر كويس قوي ان انا يعني لو انا لونت حد استخدم الوان مائية في تلوين الرسوم، وده مش مطلوب، اني اخلص التلوين فترة ممكنة قبل انتهاء وقت زمن الامتحان عشان الالوان بتاعتي تنشف، لان الالوان بتاعتي لو ما نشفتش وجينا بنطبق الورقة اربع تطبيقات كده فبتطبع على بعضها. لحد هنا يبقى خلصنا المراجعة بتاعتنا، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وبإذن الله تعالى هنشوفكم في حلقة أخرى سواء مع زميل آخر أو معايا أنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.